السلام عليكم. هنشوف دلوقتي ازاي نحسن الصورة ال 3D اللي هنا. هروح هنا لل 3D فيو وهقول له انا عايز اعمل موديفاي لل 3D فيو، فبيقول لي عايز الجراوند تبقى ايه، هي معمولة صورة، فاقول لا خليها تكتشر واختار مثلا صورة الزرع دوت، واقدر اغير في الاعداد بتاعته زي ما انا عايز، السكيل برضو تقدر تكبر تصغر زي ما انت عايز، او تدخل صورة اهي. تمام، هقول له اوكي، هيبدا يعمل لي الخلفيه بالشكل دوت. طيب هروح هنا 3 دي فيو تاني وهقول له موديفاي السكاي، تقدر تخليها صوره معينه او تختار تكتشر برضو زي ما انت عايز تبقى بالشكل دوت، هتديك حاجه اكثر واقعيه لو انت حابب. طيب نروح ل 3 دي فيو ونختار برضو نفس الاختيار هنا، اللايتنج الاداره اللي نارت تبقى الصورة منورة أكتر ولا دارك. ممكن تقول له بعد كده الشفافية بتاعة الحيطة، خلي فيه شفافية للحيطة وتبقى شايف الحاجات اللي جوه. طبعا بعد كده ممكن تيجي هنا تقول له كرييت فوتو وتختار تقول له كرييت، فيبدأ يعمل كرييت للصورة ديت. ممكن تقول له أنا عايزها سكوير، تطلع بالشكل ده.